من سنة تقريبا انطلق زومل، وهو عبارة عن ويب سايت بيساهم بالإبداع العربي لكل شخص عنده فكرة وحابب يطبقها، إن كانت فكرة فنية أو حتى فكرة بفيلم حابب يطبقه، وهو عنده السيناريو بس عايز حدا يساعده ماديا. جديد على زومل ماسي فيلم تشالنج، هيدا هو المشروع يلي هو عبارة عن تقدمة مادية إضافية لهالشخص بدعم مادي من جمعية خيرية من نيذرلاند، هالجمعية باسم هايفوس. تفاصيل أكثر عن هالموضوع مع أحمد ربيع. أحمد ربيع، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك بيير، فيكم جميعا بكل المشاهدين والجمهور والموجودين معنا الحاضرين بالحلقة. أكيد. وعلى فكرة بدي وجه تحية كتير كبيرة للجمهور الموجود معنا الليلة من حتشيت، أهلا وسهلا فيكم. ومن جبال كمان. وتحية أكبر لموريس. كيفك موريس؟ ليه؟ أحمد ربيع زومل اليوم بمشروع ماستي فيلم لهيفوس. مزبوط. شو دور هيفوس؟ شو دور زومل؟ شو ماستي فيلم؟ أوكي، خليني أول شيء بس للعالم اللي ما بتعرف شو هي زومل نعطيهم شوي لمحة. نعم. عن شو هي زومل. زومل هي المنصة الرائدة للتمويل الجماعي بالعالم العربي اللي هو كراود فاندينج، اللي من خلالها بيقدر كل شخص عنده فكرة أو مشروع أو حيلا بروجكت بده يعمله وما قادر هو يموله أو ما قادر يحصل على مستثمر يمول مشروعه يستثمر فيه. نعم. يجي على زومل ويقدم المشروع تاعه، ومن خلال زومل يقدر يوصل للكراود للعالم كلياتهم ليقدر يحصل على المبلغ اللي هو عايزه، والعالم فيها تساهم بمشروعه ابتداء من دولار واحد لا قد ما هن حابين يساهموا. نوعية المشاريع شو هي يعني اليوم نحكي كمشروع؟ نحن هلأ صرنا سنة operating زومل، صار عمره سنة من كم يوم. في مشاريع من كل الكاتيجوريز، في عنا بالأشياء بالآرتس، في أشياء بالموفيز، في أشياء بالميوزك، في أشياء برودكتس انعملت، في أشياء بالكتب، في من كل شيء. افترض أنا عندي فكرة، عندي مشروع يعني. كيف exactly. كيف بقدر؟ طبعا هلا في حيالله شخص طبعا عنده فكرة إبداعية في إلها سوشيال امباكت بالعالم العربي، يقدم المشروع على زومل وبيخضع على تو سيلكشن بروسيسز. واحدة اللي هي انه ما يكون بيتعارض مع الاسس تاع زومل، انه ما يكون شيء خاصه بالالكول، ما يكون شيء خاصه فايلنس، ما يكون شيء خاصه دين، سياسه، ادلتري. مجرد ما يكون يقطع بهيدي البروسيس بيقطع على الكرياتيفيتي انيبلرز اللي هن بيتفحصوا كل مشروع. Thank you, sir. Thank you. بيتفحصوا كل مشروع بالتفصيل، انه يشوف الكونتنت تاعه. اول شيء الشخص هو يكون فيريفايد، يكون كريديبل، مش صادق معنا، مش انه جاي لياخذ مصاري ويهرب، يعني حياخذ المصاري ويعمل المشروع تاعه. وثاني شيء الكونتنت تاعه اللي عم بيقدمه، اذا كان مشروع يكون فيزبل بينعمل، او اذا كان شيء غنى او موفي او شيء ما يكون شيء معمول. ليه بتجيبوا التمويل؟ يعني انتم المصاري اللي بتعطوها لكل مشروع من وين بتجيبوها؟ المصاري هدول العالم هن بيمولوا المشاريع. نحن شو البيربس تبعهم للعالم اللي بده يمولوا المشروع؟ غير انه بيكون حب الفكره، ما هي بس هي. هل عنده مردود مالي له عم يشارك؟ هلا زومل هي ريورد بيست كراود فاندينج بلاتفورم، يعني بمقابل المساهمه ما بيطلع لهم لا شيرز ولا بروفيت شيرز، بيطلع لهم بالمقابل هديه بيكون صاحب المشروع هو محدد شو هي. It's kind of donation بيعطوا. هلا هي It's kind of a donation يعني مثل بيعمل. It's kind of donation، بس طبعا بيكون مثلا لنفترض في واحد عم بيعمل عم بيصور فيلم لنفترض، فمثلا اذا في 10 دولار بيكون بيقول ثانك يو بوست مثلا. بس بنسميها فند ريزنج اكثر ما هي دونيشن، لانه اذا هو محدد. هلا هي لا هلا هي مثلا ريورد طبعا، بس ما هي مثلا نفترض واحد عم بيصور فيلم بيكون في من الريوردز مثلا تيكتس، فبيكون كانه هو عم يعمل بري سيل للتيكتس للموفي بريمير تاعه لحتى يحصل على هيدي المصاري. اللي كمستثمر انا عم بحكي الانفسترز اشخاص يا ما شركات؟ لا الانفسترز هن اشخاص طبعا، اشخاص من العالم العربي او من برات العالم العربي. حققتم مشاريع
يعني صار في مشروع حدا قدم وتحقق؟ طبعا من سنة لهلأ في أكثر من 1000 مشروع تقدم على زومال. قديش معتوا مصاري؟ من أهل دول 1000 مشروع في 89 مشروع طلعوا لايف على الويب سايت وبلشوا يجمعوا مصاري. نعم. 33 مشروع منه نجحوا لليوم. واو. المبلغ اللي تجمع هو 500,000 دولار لحديت هلأ. واو. أحمد. واو. واو. وهيك وهيك شو المشاكل اللي عانيتوا منها بس يصير في تداول مصاري على الانترنت؟ دايما بدها قوانين، بدها بلافون، بدها حدود، شو المشاكل اللي عانيتوا منها؟ مزبوط. هلا يكون في مصداقيه. طبعا طبعا نحن لنتخطى كل هدول المشاكل فتنا بكثير بيمنت جيت ويز وغيرنا بيمنت جيت ويز لقدرنا نوصل للجيت واي اللي هي بتضمن سكيورتي للعالم اللي عم بيعملوا فاندنج، وكمان بالموني ترانسفير لما نحن نجمع المصاري ونبعثهم للشخص صاحب المشروع يعني. والحمد لله هلا بطلنا عم نعاني من اي مشكله بالبيمنت بروسيس، لا من ناحيه المساهمين اللي عم بيساهموا ولا من ناحيه اصحاب المشاريع لما عم يوصلون المصاري. مساهمين من كل دول العالم او بس من الدول العربية؟ هلا هو مفترض صاحب المشروع يكون من هوية دولة عربية، المستثمرين فيهم يكونوا او المساهمين بالاحرى فيهم يكونوا من حيالله بلد، في جزء منهم من العالم العربي بس في جزء كبير كمان من برات العالم العربي، من امريكا، من كندا، من ولا طبعا اكيد من يكونوا من اصول عربية وعم بيدعموا. احمد اليوم ماسي فيلم تشالنج. مزبوط. شو هو هيدا؟ ماسي فيلم تشالنج هي عبارة عن تشالنج بدعم مادي من ان جي او بنيذرلاندز اسمها هيفوس، هي هدفها دعم الفيلم اندستري والفيلم ميكرز والبروديوسر والدايركترز بالعالم العربي لحتى يقدروا يطلعوا بافكارهم ويوصلوا فيها على الكراود فاندنج بلاتفورم، يحصلوا على التمويل اللي عايزينه ويوصلوا باذن الله للسينما. لازم كنا زينا مكة تكون بعدها هون عم تسمع الحديث. يعني بالمقابل في حيكون مبلغ 20,000 دولار موزع بماتش فاندنج، بمعنى لما شخص يحط مشروع على زومال ويجي مساهم يساهم بمبلغ 100 دولار لنفترض، زومال بالمقابل بتحط 100 دولار تاني من جهتها تزيد الامباكت تاع المساهمه وتعطي فرص اكثر يعني لاصحاب المشاريع يحصلوا على التمويل تاعهم. اي مبلغ بيندفع مقابله. مزبوط. بس عم تفتحوا مجال لكل واحد حط مشروعه عندكم انه يخلي لو فيكلي ناس قراب منه يحطوا مصاري تاخد بالمقابل قد. طبعا هلا نحن لنتاكد من هذا الموضوع حطينا مثل في ليميت معين انه بير بيرسون بير بروجكت في يعمل فند، يعني نحن وي ماتش فند ب 100 دولار بس مش بس نضمن انه ما يكون حدا فيك، كمان لنضمن انه المبلغ ال 20,000 دولار يتوزع على قد يعني الاكبر عدد ممكن من المشاريع. عم تقول بده يكون عنده مشروع. هلا في شغله بالارت، في عندك الارت بتبيع اللوحه بتربح مصاري، بس في شيء اسمه انستليشن. في ممكن يكون المشروع مثل مثلا نديم كرم بيعمل انستليشن كثير مهمين وبدها مصاري وبدها دفع بس ما لها مردود، هلا يمكن مثلا بتحطها بمحل بتعمل دعايه لمنطقه، هذا دخل بيدخل عليكم هيك شيء ولا مصاري؟ بصراحه بعد ما قطع علينا شيء من هيك من المشاريع وما في اقول لك انه اذا ايه فينا نقبل هيك مشروع ولا لا، يعني ما في ربح لانه عامل لك من هذا. فاهمين عليك. هلا نحن بالنسبه لنا اصلا ما يعني ما بياثر علينا ربح، في اوريدي ان جي اوز طلعوا على زومال وعملوا كراود فاندينج، في المكتبه اللي بطرابلس اللي احترقت بالاحداث طلعوا على زومال وجابوا مبلغ 38,000 دولار تقريبا تيرجعوا يعيدوا احياء هيدي المكتبه. هلا هيدا مشروع احمد يور كايند اوف ا بلاتفورم، انتو بلاتفورم صله توصل ما بين يلي بده يتبرع على مشروع ما بين يلي عنده فكره ومشروع، انتو بتامنوا له هيدي البلاتفورم حتى كل واحد عنده فكره يقدر يوصل له الدونيشن. مزبوط. وانتو مزبوط. كيف تربحوا؟ نحن بيطلع لنا 5% من العموله من المصاري. مش نون بروفيت. لا ات از ا كومباني، يعني بالنهايه نحن وي نيد تو سستين اور سيلف. في عندنا في 15 لا عم نقول 5 يعني في 15 نون بروفيت. هو بقصه شو المشروع اللي بيتحقق، يعني هو العالم اللي عم بتفوت عم تعطي دونيشن، مش فرقانه اذا المشروع بيجيب مصاري، في يكون شاريتابل. هي مزبوط. بس بحب نوه انه في نحن من شهر كنا مطلقين تشالنج اسمه وومن بايونيرز تشالنج، بتهدف لدعم النساء الرائدات بالعالم العربي،
وكان نفس المبدا في 20 ألف دولار محطوطين ان ماتش فاندينج، طلع 25 مشروع لايف نجح منهم 13 مشروع 100% على العالم. من ال 20 ألف دولار عملنا امباكت 180 ألف دولار، يعني 9 مرات اضعاف من اللي سائره. ايداد انت ما بتزبطش معي. مين مولك انت مشروعك يا رولا؟ انا سينا قلته لانه مشروع صغير، بس انا لو عايزه اكثر اذا بدي اكبر مشروعي يعني في روح اتصل فيكم. القاعده تحت ال 10 مليون هي بالموضوع هذا مشروع من الاخر. بالاخر ياسر رامي، وقت بدك يكون عندك مشروع معين هل بتفكر تروح على شركات او بلاتفورم على بيز على دونيترز، يعني الناس بيتبنوا مشروعك، ولا بتفضل تروح على بنك وعلى سيستم ركز؟ ما هو حسب شو المشروع، مشان هيك سالته يعني قد ايه في قد ايه ريستريكتد الموضوع المشاريع. بالبزنس العادي اهون بكثير تروح على بنك، بس مزبوط. اذا شيء كرياتيف اكيد مزبوط. ريما نجار من الاخر، من الاخر ثامز اب لدعم الجيل الجديد والافكار الجديده، لانه بدوركم عم تدعموا الاقتصاد العالمي السنه. ليك عم بقسمهم لايكات وثامز اب ولايك. اعطيش اثنين لايك ما بروح عليه. ثانك يو. ليش بحصلك؟ بهنيك على اللي عم تعمله، بس اذا بترجع لي انا ما بفوت بقصه فيها اكثر من شخص مشارك، يعني بروبلي بيكون في مشاكل كثير بالوجه. وانا بس هن منهم مساهمين بالشركه، هدول منهم هن دونيترز. عم بيجي يعطيك عم بيعطيك او عم بيشتري شيء، يعني بيضلوا مقابل. حتى ما حدا بيعطي طياطي، بيضلوا مقابل. في شيء عم يعطي بالمقابل، في شيء عم يطلع لهم بالمقابل بالنهايه، مش انه بس بيور دونيشن. يعني قلنا انه في شيء ريورد عم تطلع لهم بالمقابل، وبمعظم الاوقات بتكون شيء بري سيل. يعني زينا شمعون من الاخر، انا عن جد بهنيك على هالفكره، وخاصه بهلا بهالوضع اللي احنا عم نمرق فيه بالعالم العربي. الشباب عن جد بحاجه لتشجيع، وهيدا شيء كثير مهم للعالم العربي. هدفنا احياء الابداع العربي ونرجع الافكار اللي عند الشباب اللي عم بتموت لانه ما عم تلاقي التمويل لها. يعني برافو ربيع. احمد مبروك اول سنه، الله يبارك فيك. ولا كفوا هيك، لانه طول ما المشروع عم يتكل على دونيشن لمشاريع كرييتيف، شو ما حدا خسران، لا اللي عم بيقدم مزبوط. الطلب ولا اللي عم بيشاركوا معه ويتبرعوا له. جود لك اكزاكت مومنت الحرب رونا كاده. لا انا اكيد بدي اعطيك ثامز اب بال 100 يعني. بلاش الثامز اب، تفضل كونتريبيوت. جيبي لك شي خمسه بعد جد. اكيد ثامز اب، وبرافو على هيدي الفكره، وبرافو عم بضلكم عم بتشجعوا هالصغار يكبروا فيوصلوا اكثر واكثر، وان شاء الله انتم تكبروا كمان حتى كمان تمولوا اشياء اكبر. احمد ربيع بدي اقول لك برافو لك الشيء عم تعمله. احمد تعرفنا عليك بايدياز برايس، وانت كنت مشارك بايدياز برايس، كان عندك فكره وحابب تطبقها، واليوم مزبوط. صرت من يعني الميل الثانيه وين عم بتساعد جيل جديد حتى يطبق افكاره. بركان تقاطعت بكل هول الصعوبات حتى تقدر تلاقي حدا يمول لك فكرتك، ومن هي بتحس اكثر مع معول الاشخاص واصحاب المشاريع. ونحن بنلاقي انه كل شخص بيقدر يدعم، يعني مثل ما انت قلت على الدونيشن على 100 دولار 10 دولار، بس تقدروا تدعموا مشاريع لاشخاص لبنانيه عندهم افكار وابتكارات، لانه اوقات الفكره بيكون حقها مليون مزبوط. بس الفكره هي فكره، وما بتعرف عن مين تنمى هيدي الفكره، وما بتعرف مين هذا الشخص وشو عايز ماديات حتى يقدر يطور فكرته، وبركة الفكره توصل للعالميه. مش هيك بدي اقول لك برافو لك اللي بتعمله. وشكرا كثير احمد لك مره جديده. بريك اخير بحلقتنا، ما تروحوا لمحل، بعد عنا فقرات عديده.